أنتقل بكم الآن مشاهدينا إلى هذه الصور إذن التي ظهرت قبل قليل كما نتابع من منطقة النبطية تحديدا بجنوب لبنان. غارة إسرائيلية إذن حصلت هناك قبل قليل. هذه الصور إذن نتابعها الآن لهذه الغارة والدمار الذي نجم عنها وسط سوق النبطية التجاري في جنوب لبنان. كما نتابع إذن هذه الصور قبل قليل لهذه الغارة التي استهدفت وسط سوق النبطية التجاري جنوب لبنان. وطبعا أنتقل إلى مها حطيط مراسلة الشرق من بيروت. مها، الأمور لا تزال يعني في تصعيد مستمر، والآن نتابع هذه الصور من سوق التجاري في النبطية في جنوب لبنان، والغارات مستمرة من الجانب الإسرائيلي. يعني العمليات إن كان برا أو جوا هي مستمرة. حتى إضافة إلى ذلك كانت هناك أوامر إخلاء جديدة جنوب لبنان، وأيضا الصواريخ المستمرة في شمال إسرائيل من قبل حزب الله. يعني لو تجملي لنا آخر التفاصيل إن كان على الشأن الميداني أو الشأن الإنساني أيضا معها. يعني اليوم كان هناك غارات إسرائيلية امتدت من جنوب لبنان إلى شماله. سنبدأ بالتطورات الأخيرة. كان هناك كما رأينا في الصور غارة عنيفة جدا استهدفت السوق التجاري في مدينة النبطية في جنوب لبنان. هذه منطقة حيوية جدا يكون فيها عادة حركة كبيرة، لكن طبعا أخليت بمعظمها من السكان بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لهذه المنطقة. أيضا قبل قليل كان هناك سلسلة غارات على قرى وبلدات في قضاء بعلبك، منها سرعين، منها النبي شيت، تمنين وغيرها من البلدات، وكانت غارات أيضا عنيفة جدا على قضاء بعلبك في شرق لبنان. اليوم أيضا كان هناك غارة للمرة الأولى تستهدف قضاء البترون. كان هناك يعني غارة استهدفت منزلين في جرود هذه المنطقة في محافظة الشمال وأدت إلى مقتل شخصين، بالإضافة إلى غارات في قضاء كسروان على بلدة المعايصرة أدت إلى مقتل 5 أشخاص، وأيضا غارة في قضاء الشوف على بلدة برجة أدت إلى مقتل 4 أشخاص. إذن هو يوم تصعيد إسرائيلي كبير من حيث الاستهدافات، وتوسعت رقعة الاستهدافات الجغرافية لهذه الغارات الإسرائيلية. طبعا جنوبا هناك غارات عنيفة جدا، بلدة عيت الشعب الحدودية مع إسرائيل تم استهدافها بشكل كبير جدا اليوم. أكثر من 15 غارة سجلت على هذه البلدة بالإضافة إلى القصف المدفعي، هذا عدا عن الغارات المستمرة. طبعا يعني لنعلم شدة أو وتيرة الاشتباكات وما يحصل في الجنوب، فإن ما تقوله قوات اليونيفل هو يدل على ذلك. اليوم قوات اليونيفل تتحدث عن جرح أحد عناصرها باشتباكات، قالت إنها وصلت إلى منطقة الناقورة حيث المركز الرئيسي لليونيفل، وقالت أيضا إن هناك أضرار أصابت مباني لها في بلدة راميا، أيضا هي بلدة حدودية مع إسرائيل قريبة جدا من الحدود. إذن يبدو أن الجنوب أيضا يشتعل من حيث المعارك مع بين حزب الله وعناصر أو الجيش الإسرائيلي، وأيضا هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة. حزب الله قبل قليل أعلن في بيان أنه بالأمس يوم أمس الجمعة استهدفت ضواحي تل أبيب بمسيرات انقضاضية. نعم مها، يعني كل هذه التطورات الميدانية يقابلها أيضا حراك دبلوماسي كما تابعنا اليوم في المشهد اللبناني، زيارة قليباف، الاتصالات ما بين نبيه بري وهوكستين. يعني هناك تحرك دبلوماسي على أكثر من مستوى. أبرز ما جاء في التحركات الدبلوماسية هذا اليوم، أبرز ما يتم تداوله أيضا في الأوساط السياسية اللبنانية حول حل هذه الأزمة مها؟ يعني طبعا هذا التحرك بدأ بالأمس باتصال وزير الخارجية الأمريكي مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب نبيه بري. اليوم كان هناك اتصال كما ذكرت بين رئيس الحكومة وبين الموفد أو الوسيط الأمريكي أموس هوكستين للحديث عن وقف لإطلاق النار وهذه المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة، وأيضا اتصال بارز بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كل هذه الاتصالات تصب في حتى هذه اللحظة في مسعى لوقف لإطلاق النار، تطبيق القرار 1701 الذي ينص على نشر الجيش في جنوب لبنان وانسحاب المظاهر المسلحة من منطقة جنوب الليطاني. طبعا هناك تعويل كبير على هذا المبادرات الأمريكية تحديدا، لكن ليس هناك تفاؤل كبير في لبنان بموافقة إسرائيلية على كل هذه المقترحات. شكرا إذن لك مها حطيط مراسلة الشرق من بيروت، كنت معنا.